يعني أكيد راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ومعنا أصغر بروفيسور يعني استضفناه. أصغر بروفيسور أنا شفته في حياتي بصراحة، يوم دخل قلت أنا يمكن المطرب راح يكون معنا في نهاية الحلقة، بس أنا عارف شكل المطرب يعني، فقلت مستحيل. معنا جورج قشعمي رئيس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في دبي. أنا أستحي أقول لك بروفيسور حتى خاف إني كبرتك. شكرا، أول شيء شكرا لكم تعطونا هالفرصة نحكي عن الاسم وعن الجامعة. نحن الجامعة القسم الهندسة المعمارية هو تابع لكلية الهندسة المعمارية والفنون والتصميم بجامعة الأمريكية في دبي. هو نحن تقريباً 5 سنين بياخد الهيدا، وبده شيء 166 ساعة كريدت حتى يخلص التلميذ ياخذ البرنامج ياخذ الشهاده يطلع بهذه الابداعات. اكزاكتلي هيدا هو بيزيكلي، هو بعد 5 سنين بده يعملوا مشروع واحد، بده يعملوا بيعملوا بحث، بيلاقوا موضوع معين وبيروحوا بنبشوا على ارض بالامارات وعلى اساسه بيجربوا يعملوا المشروع تبعهم. حلو، تقريبا بتاخذ شيء سنه معينه حتى يخلصوا المشروع. هذه الإبداعات اللي بتنتج بعد 5 سنوات، وأنتوا بتختاروا مين المركز الأول المركز الثاني، إيش المعايير اللي بتعتمدوا عليها عشان تقولوا الله هذا الأفضل؟ هل مثلا تدرسوا حالة السوق، الغرابة، الجديد، الابتكار إلى آخره؟ هي كتير مهم بالهندسة الإبداع والأفكار الجديدة، وكمان كيف تاخدوا هالفكرة وبتعملوها كمشروع. فمثلا نحن لما نعمل هذا المعرض منجيب شركات ومنجيب عالم مهمة بالهندسة بتجي، هن بتبقى مثل عالم جوري ممبر يعني، بيجوا وبيطلعوا على المشاريع وعلى أساسه بنقوا أي مشروع أول، أي مشروع تاني، وأي مشروع تالت تنعملها قد ما فينا أوبجكتف يعني. نعم حلو. طيب ما شاء الله هذه المشاريع الآن طبقت على أرض الواقع مش كمشروع متكامل، ولكن هل هم كطلبة زاروا المكان؟ أي هلا تقلك كيف بيصير إنه الطالب بس ينقي موضوع معين، الأستاذ بيطلب منه إنه ينقي الأرض كمان يلي بيناسب الموضوع، وبده يروح على الأرض وياخد صور ويعمل البحث الكافي، وحتى بده يحكي مع البلدية وياخد القوانين، وحتى بس بده يعمر المشروع يتأكد إن المشروع ممكن يتنفذ إذا بده قابل للتنفيذ. قابل. طيب الشركات والمؤسسات سواء حكومية أو خاصة تتفاعل؟ يعني أنا يعني أحلم إنه مثلاً مثل هذه الملتقيات الإبداعية يكون فيه كشافة، نفس ما بيروحوا يدوروا لعيبة كرة قدم بيجوا يدوروا مشاريع، بيجوا ناس من الشركات تلاحظ تشوف ممكن في فكرة يمكن الاستثمار فيها. أكيد أكيد، يعني هو هذا المعرض كمان هدفه مش بس يجوا وتفحص التلميذ، كمان هدفه إنه حتى يجي شركات، وإذا مثلاً عجبهم مشروع معين أو عجبهم تلميذ معين وشغل تلميذ معين حتى يطلبون للشغل. وفي كتير عنا هيك فرص عمل صارت من خلال هذا المعرض. هذا نحن هي تاني سنة بنعمل هيك معرض. وصار في بهديك السنة كمان إجوا شركات وطلبوا منا بدنا هذا التلميذ وهذا التلميذ يجي يعمل انترفيو عنا. حلو. بتحددوا لهم المواضيع مسبقا ولا بتعطوهم الحرية المطلقة إن هم يختاروا الموضوع؟ لا، هي عندهم الحرية المطلقة، بس أكيد بيتناقشوا هذا الموضوع مع الأستاذ تبعهم وبيقرروا سوا شو هو الأحسن شيء لازم، وعلى أساسه بيطوروا الموضوع. حلو. اللي فازت عائشة السويدي. إيه سو فازت بالجائزة الأولى هي عائشة. مشروعها هو كان المقابر وإسلامك سيمتري. كان مشروعها مميز لأنه كان أول مرة بينعمل هيك شيء، وجربت كتير هي تاخد كل القوانين وكل شيء اللي بيتطبق وعملت هذا المشروع على أساسه. إيش الفكرة بشكل مختصر كانت عن المقابر؟ هي بيزيكلي تنظيمها يعني؟ إيه هي مثل لأنه عندك بالإسلام عندك طريقة معينة كيف بيدفنوا، وهي أخذت هالشي بعين الاعتبار وعملت المشروع تيكون مشروع تيصير فيه الدفن والسيريموني، وحتى كمان مثلا بيجوا بيقدروا يطلعوا الأهل يناموا يوم أو يومين حتى يقدروا لكل حلو. بس بشكل مطور أكيد هي بفكرة جديدة هي اشتغلتها حتى أخذت بعين الاعتبار، لأنه المشروع تبعها هو أخذ بعين الاعتبار شكل الجبل، يعني كملت الجبل لما كان عندها وادي كفت الوادي، لما كان عندها جبل كفت الجبل، بالجامع كفت الوادي، بالمدفن الطوم. ايوه على اساسه عملت هذا المشروع. حلو، معناته انه ممكن نشوف مشروع عايشه سويدي بكره يطبق على ارض الواقع. انا بتمنى ان شاء الله. بتمنى يعني هذا حتى حيكون من باب التشجيع سواء ليها للطلاب اللي موجودين حواليها وحتى للدفعات اللي جايه من بعدهم. اكيد اكيد. حلو. طيب المهندسين المعماريين الان يعني احنا نعيش في زمن نهضوي على مستوى العالم ودبي تحديدا. اكيد يعني الحين اذا تلاقي لك مهندس معماري خلاص يعني تمسكه من ايده وتجلسه جنبك. صحيح كان عندنا قبل شوي مهندس معماري راح للاثاث المنزلي بس ولكن الروح تبعته موجوده.
في إقبال لسه من الطلبة على دراسة الهندسة المعمارية؟ في تقول لك بكل صراحة، لأنه نحن برنامج جديد، سو هيدي تاني سنة نحن منخرج، صار في كتير، عم يصير في كتير إقبال، وبالخاص لأنه بدبي. يعني دبي هي أكتر محل عم يصير فيها هيك مشاريع وهيك أفكار جديدة وخلاقة، سو هيدا الشيء عطى مجال حتى الديبارتمنت تكبر. حلو، ان شاء الله على قدام. البيئة الفكرية والثقافية والتطورية اللي موجودة أصلا في دبي كمان هي اللي بتهيئ لهم وبتشجعهم أنهم يبدعوا، لأن عارفين يمكن أنه مشاريعهم هذه قد تطبق في على أرض دبي. وأكيد تقلي كمان أنه هو اللي عم بيصير أنه لأنه هو مثل مجسم صغير من دبي. نعم. عندك طلاب من أنحاء العالم. عندك أساتذة من أنحاء العالم. سو هيدا بيخلق نوع من التنوع بالذات لما تطلب منهم لأنه دبي الأرض. صحيح بالضبط. يعني أنا تفاجأ صراحة موضوع أنه يروحوا يشوفوا الأرض ويعينوها والمساحة والآخرة. أكيد. يعني كما لو كان فعلا على أرض الواقع موجود. لأنه تقلي نحن البرنامج تبعنا، خصوصا البرنامج تبعنا، بدي شدد على الشيء، بجرب يخلق توازن ما بين الإبداع والتنفيذ. يعني لازم طبعاً. مش بس الطالب يكون عنده إبداع، لازم يقدر ياخد هالإبداع ويحاوله لمشروع يقدر يتنفذ. هيدا التوازن نحن عنا منشوفه كتير مهم. احنا نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى فعلا أنه حلو احنا نجيب أسماء مشهورة عالميا عشان تبني ملعب ولا تعمل يعني متحف مثلا، بس لأن هم اللي عملوا افتتاح ما أدري أي أولمبياد. حلو، بالعكس هذه مكافأتها على جهد اللي بذله. ولكن أتمنى أيضا أنه الشباب والشابات الجدد يأخذون فرصتهم من جد. هم عايشين في مدينة الأحلام بالنسبة لأي معماري موجود في العالم. يعني شوف لك أي برج وصممه على طول. بالضبط. الأبراج ما شاء الله، يعني فنتمنى لهم التوفيق. شكرا لك.